بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله جولتنا من داخل بازار يوم الاثنين من ريحان بازاري او بازار ريحان. يلا بينا مع جولة جديدة من جولات مصرية في بورصة. الحلل دي بتبدأ من 350 ليرة، والحلل الأكبر ب 600، بتدرج بقى لحد ايه الحلل الكبيرة خالص. السعر بيعلى. عندنا هنا طبعا ريحان بازاري ده، المنطقة دي عرضتها لكم قبل كده وقلت لكم ان ده سوق دائم في بورصة، طبعا لان المحلات اللي زي محل ده مثلا مفتوح على طول وموجود على طول، لكن طبعا الناس اللي بتفرش خضار وملابس وحاجات زي كده، في ناس بتفرش ايام الاثنين والخميس والسبت. طبعا هو هنا برضو الخضار والفاكهة في ايام البازار بتبقى ارخص، وعموما الشارع ده في حاجات جميلة جدا ممكن نجيبها بأسعار كويسة قوي، وفي محلات جبنة وفي محلات سمك موجودة على طول، وفي جزارة وفي فراخ وفي كل حاجة، فالشارع دوت رائع جدا. الجديد النهاردة كمان، غير طبعا ان انا هوريكم البازار، مبدئيا الشنطة بتاعت السوق دي 170 ليرة، وهنا شايفين عرايس وحاجات ب 10 ليرة و 20 ليرة للأطفال، لعب للأطفال. النهاردة إن شاء الله كمان هدخل بيكو في الشوارع الجانبية من المنطقة، نشوف فيها إيه، نستكشف إيه اللي ممكن يكون في الشوارع الجانبية، هل هي سكنية بس ولا فيها محلات برضو، ونشوف شكل البيوت فيها. طبعا هي منطقة قديمة وبتتميز طبعا بأنها منطقة تاريخية، والبيوت فيها بيوت قديمة، وطبعا يعني بيبقى الجو العام حلو جدا ومريح للأعصاب، فأنا قلت نمشي شوية في البازار كده وبعدين ندخل بقى في شارع جانبي نشوف المنطقة فيها ايه بالظبط، ونرجع تاني هنشوف برضو هنكمل البازار مع بعض. طبعا دي مفروشات للكنب، القطعة ب 50 ليرة، وفي اللي هي ممكن يكون فيها بعض العيوب او صغيرة شوية او حاجة، ودي ب 30 ليرة. على فكرة البازار ده بيبقى من أزحم البازارات، لأن زي ما حضراتكم شايفين هو موجود في شارع مش في جراج، فبالتالي الشارع كمان ضيق، شارع شعبي قديم، لكن أنا نزلت بدري شوية عن مواعيد الزحمة علشان أقدر أصور بطريقة أفضل شوية من إن هو يكون زحمة، هيبقى الموضوع صعب عليا جدا. Ha, tamam.
Evet, 5 kilo yün, 5 kilo yün. Kampanya başladı, 5 kilo yün. Koy abla 2 tane daha. Zenginde kampanya. 5 kilo yün olur, 5 kilo yün. Muhammed değer lan. 5 kilo. الشوارع الشعبية أو المناطق الشعبية بتميز كمان إن أهلها بيبقوا محافظين، وبيبقى في الغالبية العظمى هم بيبقوا محجبات، وبيبقى فيه التزام أكتر من أي منطقة تانية، وده كمان طبعا بينطبق على الأرياف كمان. القرى وأهل القرى بيبقوا أكثر التزاما وتدينا، وأصلا يعني هي بورصة من الولايات اللي تعتبر يعني السمة الغالبة فيها هي سمة الريف وكثرة الأرض الزراعية فيها، وهي حتى هي اسمها بورصة الخضراء، فهي أكتر بورصة أهلها محافظين أكتر، لأن هم فعلا زي ما بقول لكم هم يا إما أرياف يا مناطق شعبية. طبعا في أماكن فيها بتبقى يعني أكثر انفتاحا، لكن يعني بالصفة الغالبة نقدر نقول 60 أو 70% منهم ملتزمين. بالنسبة لموضوع الأسعار لسه مش واضح قوي، هل هيبقى فيه تغير مثلا إن الأسعار هتعلى ولا هتثبت زي ما هي ولا هتقل، لسه مش واضح. احنا لسه يعني نعتبر أول يومين ثلاثة في السنة، فالأسعار لسه يعني هي هيها تقريبا، فالله المستعان يعني إن احنا ممكن تكون الأسعار على الأقل، يعني أضعف الإيمان إنها تثبت، يعني لأن هي الفترة اللي فاتت كانت بتعلى بطريقة سريعة جدا جدا، والأسعار تضاعفت بطريقة غريبة جدا. أنا بصراحة أحيانا بصدم لما بدخل بشتري حاجة أكون بقالي مثلا فترة ما اشتريتهاش، ولاقيها مثلا انا كنت بتكلم انها مثلا كنت بجيبها مثلا ب 10 ليره 15 ليره، الاقيها بقت ب 75 ليره ب 50 ليره. فده غير طبعا الحاجات اللي هي بتعلى بقى اسبوعيا، يعني في حاجات على طول باستمرار بتعلى يعني. كده احنا دخلنا في احد الشوارع الجانبيه زي ما قلت لكم، لكن احنا برضو في منطقة ريحان. بصوا هو برضو في حاجات محلات برضو لبيع الفوط والمفروشات، وهنا في شنط للسوق معمولة بطريقة يدوية بسيطة ب 70 ليرة، واخدين مثلا حاجات قديمة، مثلا الحامل اللي بعجل ده قديم مستعمل ومصلحينه وحاطين له مثلا شنطة وبيبيعوها ب 70 ليرة. فبرضه في حاجات ممكن كده يعني ايه بتبقى أرخص موجودة في الشوارع دي. وغالبا الشوارع الجانبية دي أكيد أكيد هتلاقوا فيها حاجات بأسعار أقل، لأنها طبعا مش شوارع سياحية ولا هي شوارع مثلا حيوية قوي، فممكن يبقى فيها حاجات فعلا تتلقط بسعر أقل. هنا محلات الخيوط، وهي المنطقة دي أصلا بيغلب عليها طابع أو محلات الخيوط بجميع أنواعها، وزي ما شايفين الكلف والركامة وانواع الخيوط كلها وسوست وكل الحاجات اللي انتم ممكن تحتاجوها في البيت، وزراير وابر طبعا كل الحاجات دي. هنا كمان بصوا ده محل تنجيد، وعلى فكره لسه عندهم، يمكن احنا عندنا اللي هو نظام اللحاف القطن ده انقرض خالص، لا هنا موجود على فكره. ولو شايفين معايا دي الحفه اللي انا بقول لكم عليها اللي هي بالتنجيد، ده محل بينجد الحاجات اللي زي كده والمراتب. وهنا محلات برضه ستاير، ودي غالبا شكلها حضانة. دي طبعا ستاير جاهزة كلها.
الشارع ده بيطلع تاني على شهر كوستو، على منطقة شهر كوستو. هنا كمان في مسجد، المساجد القديمة الجميلة اللي تميز بيها بورصة. بصوا هنا مكتوب ان ده مختار الحي، حي ريحان. المختار ده زي رئيس الحي. احنا هنا هنلف ونرجع تاني. انا نسيت اقول لكم ان المنطقة دي انا كنت قلت في الفيديو قبل كده وهحطه لكم في صندوق الوصف، لكن هقول تاني عشان طبعا اللي مش متابعني واول مرة يشوف. احنا بندخل للمنطقة دي من منطقة شهر كوستو من جوار محطة المترو مباشرة، او كمان اللي جاي من شارع جمهوريات ممكن يخش برضو الشارع من هناك من شارع جمهوريات. يعني هي بيوصل ما بين شارع شهر كوستو ونهايته عند شارع جمهوريات عند قصاد بازار الملح او توز بازاري اللي انا كنت جبته لكم برضو في فيديو قريب، وهحطه برضو في صندوق الوصف، وهحط لكم ان شاء الله برضو اللوكيشن في صندوق الوصف. ويا ريت دايما تبقوا تبصوا على صندوق الوصف، لان عادة بحط فيه معلومات واللوكيشن وفيديوهات تكون متصلة بنفس الموضوع اللي بتكلم فيه ومعلومات، فيا ريت دايما تبصوا على صندوق الوصف وتفتحوا. يمكن لاحظتوا معايا ان برغم ان الشوارع قديمة وشعبية جدا لكن نظيفة، ملاحظين؟ وبرغم ان ده بازار وسوق وكده لكن ما شاء الله الارض نظيفة جدا. ودي من احلى الحاجات اللي موجودة في تركيا، وهي النظافة، نظافة شوارعها. شايفين معايا اسعار الخضار والفاكهه؟ طبعا عدينا على الفستان دي قبل كده، كان 7.5، وفي موز فندي ب10، وفي تفاح ب10 وب12. وادي كمان اسعار السمك. السمك اليومين دول انواعه كتيره جدا جدا، واحنا يمكن قلت لكم قبل كده برضو ان من شهر 5 لشهر 9 بيبقى ممنوع الصيد، فبيبقى بيقل السمك جدا جدا، بيبقى موجود برضو بس نادر، ما بيبقاش حلو قوي. فمن شهر 9 بيبتدي السمك انواعه تكتر، بيبقى في الشتاء موجود وجميل جدا جدا. وانا ملاحظه السنه دي كمان ان في تشكيله من السمك اكبر بكتير من اللي كانت قبل كده، يعني في الشتاء اللي فات واللي قبله. بصوا معايا كده الانواع بتاعه السمك جميله قوي، وهنا كمان اسعاره رخيصه. يمكن الشبرا بيبقى في جروكلا ب150، هنا ب85 وب100، فاسعار حلوه قوي. عندنا هنا البنطلونات قماش وجبردين وجينز من 150 لحد 200 ليرة، في 150 و180 و200 ليرة. هنا كمان ده محل من اللي بيبيعوا انواع الملح والعطارة، وشايفين اللوف والبيتنجان اللي مجفف والفلفل المجفف والسلك الحلل وانواع الصابون. بصوا انواع الصابون ب15 ليرة الصابونة، طبعا ده صابون طبيعي، في صابون بزيت الزيتون
وصابون ده طبعا ده جنزبيل ب120 كيلو، في صابون بالكركم، في صابون بقى حاجات كتير جدا طبعا كلها طبيعية. هنا كمان محل الملابس الأطفال، القطعة ب45 ليرة. هنا أسعار الزيتون الأسمر، في ب30 وفي ب35. بصوا هنا السمك برضو أنواع كتير، شوفوا عندنا في ب40 وفي ب25، وفي الطويل اللي فوق ده الليفريك، والشبرة هو المبطط العريض ده ب85 ليرة، ده الشبرة بيبقى لحمه جميل جدا، وهو بيبقى شبه الدنيس وشبه كمان البلطي، بس على بيبقى لحمه أبيض شوية وبيبقى أحلى بكتير بصراحة. من الحاجات الجميلة جدا هنا اللي هو السمك الشبرة والليفريك، الليفريك اللي هو شبه القاروص المصري، هو بيبقى طويل وهتلاقوه برضه تمنه بيبقى أعلى شوية كمان من الشبرة. هنا أنواع الجبن والزيتون، والأسعار مكتوبة اهي 145 و115، ده بيقولوا الدسم فيه قليل. ودي الجبنة اللي هي برضو جبنة القرية اللي هي القريش ب90 ليرة، اهي القريش دي اللي هي قطعة مثلثة دي. وفي نوع تاني اللي هي بتبقى جبنة شبه الاسطنبولي شوية او البراميلي ب100. ما تنسوش ان البازار ده ايامه سبت واثنين وخميس، وانما بقيه الاسبوع كل المحلات دي موجوده مفتوحه وشغاله، لكن اللي بيفرشوا قاعدين بالخضار هم اللي بيبقوا في الايام اللي انا قلت لكم عليها. من اجمل الحاجات اللي موجوده هنا المشروبات دي على فكره، يعني عندكم الليمون ده بتحسوه ليمون طبيعي جدا جدا، مفيد جدا للبرد عن تجربه يعني. في منه ليمون بالنعناع كمان قوي جدا بيفتح الصدر، مريح جدا في البرد والكحه وكده، حلو قوي. في منه برتقان زي ما حضراتكم شايفين في علب برتقان وليمون، وبيتباع منه فيه كمان على فكره في ايس بير، وفي كيوي وفي شوكولاته وفي حاجات كتير، بس اللي هو الليمون والليمون بالنعناع والبرتقال خطير جدا، وعلى فكره بتعمل ساقع وسخن، بس طبعا هو السخن يبقى تحفه. هو بيقول ان اي طقم عنده ب50 وممكن ب75، وعنده حاجات حلوة جدا للاطفال. على فكرة كلمة بويرون يعني اتفضل.
İnşallah maşallah gitmiyor abi ya. İnşallah. Hoş geldiniz bayan. سمعنا دلوقتي كمان الهوش جلدن. هوش جلدن يعني اهلا وسهلا، يعني ممكن تدخلوا اي محل فيقول لكم هوش جلدن فبتردوا وتقولوا هوش بولدوك يعني اهلا بيك. زي ما حضراتكم شايفين جميع انواع الطيور والالوان الجميله موجوده هنا. دي اكياس حاطين مثلا فيها اكتر من بقره، زي الكيس ده كده مثلا، الكيس ب50 ليره. بصوا جميع انواع الخيوط اللي ممكن تخطر في بالكم، وطبعا معروف اللي بيشتغلوا تريكو والكروشيه والحاجات دي حتى في مصر معروف دايما الخيوط التركيه. هنا دي الحاجات اللي بتتركب بيها الستاير في المجرة بتاعتها. وبكده تكون خلصت جولتنا النهاردة، يا رب تكون جولتنا النهاردة في ريحان بازاري او بازار ريحان عجبتكم. واللي اول مره يشوف القناه يا ريت يساعدني باشتراكه ويفعل زر الجرس علشان يوصله كل جديد، وما تنسوش تشجعوني بلايك للفيديو، واشوفكم ان شاء الله في جوله جديده من جولات مصريه.